هعلمك النهاردة ازاي تعمل حسابك على جوجل ادسنس بعد التحديثات الاخيرة، والطريقة دي هتكون معاك في سنة 2025 كلها. كل اللي عليك اللي انت هتعمله دلوقتي انك هتركز معايا عشان اعلمك ازاي تنشئ حسابك على ادسنس بشكل صحيح وتكتب المعلومات بتاعتك بشكل مظبوط. كل اللي عليك اللي انت هتعمله انك هتتأكد ان انت فاتح الحساب بتاعك اللي انت عايز تعمل عليه جوجل ادسنس. يعني انت ممكن مثلا الجهاز بتاعك يكون عليه كذا حساب، الكذا حساب دول انت عايز تعمل مثلا على ايميل معين عايز تعمل حساب ادسنس، بتتأكد ان انت فتحه تمام. بتيجي هنا في محرك بحث جوجل بتكتب اد موب. بعد ما بتكتب اد موب بالشكل ده كده بيطلع لك هنا تحقيق الربح من التطبيق المتوافق مع الاجهزه الجواله اول نتيجه بحث، بتضغط عليها بالشكل ده. بعد ما بتضغط عليها بالشكل ده كده بتيجي بتضغط على اشتراك. بعد ما بتضغط على كلمه الاشتراك هنا كده بيجي بيقول لك اختيار الحساب. انت لو الحساب ده مش هو الحساب اللي انت عايز تعمل عليه ادسنس انت بتختار هنا استخدام حساب اخر. ولكن انا بالنسبه لي انا عشان فاتح الحساب ده والحساب ده هو اللي انا عايز اعمل عليه ادسنس فانا هختار الحساب ده. هنا بيقول لك مرحبا، للمتابعة يجب اولا اثبات هويتك. بكل بساطة انت بتدخل هنا كلمة المرور الخاصة بالحساب ده. انا هدخل كلمة المرور هنا كده وهرجع لحضراتكم تاني. انا كده خلاص جيت دخلت كلمة المرور بالشكل ده، هنضغط على كلمة التالي. هنا بيقول لك تنشيط عملية تسجيل الدخول، مالكش اي علاقة بيها، بتضغط هنا على ليس الان. بيدخلك دلوقتي على الصفحة دي، بيقول لك لنبدأ عملية الإعداد، الاستفادة بشكل أفضل من أد موب. نعم أريد تلقي مساعدة مخصصة واقتراحات عن الأداء. لا أريد مساعدة مخصصة واقتراحات عن الأداء. خليني بس أقول لك هنا على الحاجة دي، إن أول حاجة دي إحنا مش بنمشي فيها على قاعدة معينة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بكل بساطة أنت سواء اخترت كلمة نعم أو اخترت كلمة لأ دي ما فيهاش أي حاجة إطلاقا، ما فيش قاعدة معينة إحنا بنمشي عليها. يعني بكل بساطة هو هنا بيقول لك إن أنت لو عايز إن أنت تتلقى أي رسائل إلكترونية على التحديثات بتضغط هنا كده على كلمة نعم، مش عايز بتضغط على كلمة لا. انا بالنسبة لي انا اختار كلمة نعم. بلد المنطقة وبلد الدفع، دي انت هنا بكل بساطة بتختار البلد بتاعتك ايا من كانت. بقى ايه هي البلد بتاعتك؟ البلد بتاعتك مصر، المغرب، العراق، تونس، ايا من كان ايه البلد اللي انت عايز تعمل انشاء لحساب ادسنس فيها انت بتختار البلد بتاعتها. انا بالنسبة لي انا اختار مصر لان انا مصري، او الحساب بمعنى اصح اللي عايز يعمل حساب ادسنس ده مصري. فهنيجي هنا كده هنضغط عليه بالشكل ده وهننزل تحت خالص لغاية لما نلاقي كلمة مصر، وبعد كده بنختارها بالشكل ده. بتنزل تحت كده شوية بيقول لك الأحكام والشروط. هنا طبعا الأحكام والشروط دي انت بتقول هنا لقد قرأت الاتفاقية وأوافق عليها، بتضغط عليها بالشكل ده كده وبتقول بدء استخدام أدموب. هنا بيقول لك معلوماتك قيد المراجعة، سنجري بعض عمليات التحقق للتأكد من أن حسابك جاهز لعرض الإعلانات، وبمجرد حصولنا على معلومات الفوترة في حسابك سنبدأ عملية المراجعة. وتستغرق هذه العملية عادة 24 ساعة، ولكن يمكن أن تستغرق مدة أطول في بعض الأحيان، وفي تلك الأثناء يمكن متابعة استخدام حسابك على أد موب. وفي حالة رصد أي مشاكل خلال عملية التحقق قد تفقد إمكانية الوصول إلى حسابك. هنا بيقول لك إن المعلومات دي بتقعد في العادي 24 ساعة على ما هو بس يراجع الحساب بتاعك ويشوف هل انت متوافق ان انت تعمل حسابك على جوجل ادسنس ولا لا. طبعا احنا بنفضل ان احنا نعمل حساب جوجل ادسنس عن طريق ادموب، لان في رساله المفروض ان هي بتتبعت عن طريق الجيميل بيقول لك هل حسابك جاهز للاستخدام. ساعتها بتعرف ان الحساب بتاعك تم انشاؤه بشكل طبيعي خالص، او بمعنى اصح بيبعت لك رساله لو انت حسابك غير متوافق معاهم، بيبعت لك برده رساله بيقول لك ان هو ما قبلش الحساب. فعشان كده احنا بنفضل ان احنا نعمله على ادموب لا اكتر ولا اقل. لكن لو عملناه عن طريق ادسنس مش بيبعت الرساله دي، بنعمل كده متابعه الى ادموب. بيدخلك على الصفحة دي. طبعا الصفحة دي هنا بيقول لك لم يتم اكمال عملية اعداد الدفع. لاكمال عملية اعداد حسابك على ادموب عليك اكمال ملف الدفع. لم تتم معالجة اي تطبيقات في انتظار مراجعة الى حين اضافة معلومات الدفع. انت مالكش اي علاقة بكل حاجة من دي، انت ليك علاقة بحاجة واحدة بس في القايمة دي كلها. انت طبعا لو ما لقيتش القايمة دي او لقيت القايمة دي مقفولة بالشكل ده عندك ثلاث شرط هنا بتضغط عليهم بالشكل ده بيطلع لك القايمة دي. القايمة دي انت مالكش اي علاقة بيها غير الجزء اللي هو بتاع الدفعات، بتضغط عليه بالشكل ده كده بيطلع لك هنا اثبات الهويه وصحه العنوان وهنا معلومات الدفع. تيجي هنا بتضغط على اضافه حساب، اضافه معلومات دفع، احرص على تلقي الدفعات مقابل جميع هذه النقرات، ادخل التفاصيل المهمه مثل اسمك وعنوانك والجهه التي ترسل الارباح اليها. بنضغط هنا كده على كلمه اضافه حساب الدفعات. بعد ما بنضغط على كلمه اضافه حساب الدفعات بيدخلنا على الصفحه دي. هنا طبعا نوع الحساب هنا طبعا هنا بيقول لك سواء فردي او مؤسسه. وخليني بس اقول لك هنا على حاجه، ان انت الحساب لو عايز
انك انت تعمله فردي. انا بالنسبه لي انا هعمله فردي. انت عايز تعمله مؤسسه، لو حساب مثلا بتاعك طبعا مؤسسه بتعمله مؤسسه. وخلينا اقول لك ان نوع الحساب ده ما بينفعش ان هو يتغير فيما بعد. يعني ايه ما بينفعش ان هو يتغير فيما بعد؟ يعني نوع الحساب او بلد المنشا الاثنين مع بعض ما بينفعوش ان هم يتغيروا، بيبقوا ثابتين معاك الى ما لا نهايه. يعني انت لو عملته فردي بيفضل فردي، لو عملته مؤسسه بيفضل مؤسسه. بتيجي هنا بقى على الخطوات دي. الخطوات دي انا عايزك تركز من فضلك معايا فيها، لان الموضوع ده ما ينفعش ان انت تعمل فيه اي حاجه مخالفه. لازم ان انت تكتب كل البيانات بالطريقه اللي انا هقول لك عليها عشان تضمن قبول حسابك بشكل مظبوط وبشكل صحيح وبشكل سلس بدون اي مشاكل على الاطلاق. وخلينا اقول لك على حاجه، ان انت لو بتنشئ حسابك على جوجل ادسنس او بتضيف ملف الدفعات ده، لازم يكون اول مره يدخل على ادسنس. يعني ما ينفعش ان انت تكون عامل بمعلومات سابقه. يعني في ناس بيكون الحساب بتاعها على ادسنس بيكون تم اغلاقه، وبعد كده بتحب ان هي تعمل حساب تاني على جوجل ادسنس بتدخل نفس المعلومات. الموضوع ده مش هينفع اطلاقا، لان انت بياناتك مسموح ان انت تدخلها مره واحده في جوجل ادسنس. ففي حاله ان انت لو لا قدر الله عندك اي حساب على جوجل ادسنس والحساب ده تم اغلاقه لاي سبب إن كان، وعايز تعمل حساب تاني بتستخدم بيانات احد افراد اسرتك او احد اصدقائك مثلا، بتستخدم اي بقى بيانات احد افراد اسرتك زي مثلا الاب الام الزوجه الزوج لو انت مثلا عندك حساب على ادسنس، اي حد من صحابك او اي حد من صحابك، لكن بياناتك اللي انت دخلتها في الحساب القديم ما ينفعش ان انت تدخلها في الحساب الجديد، ولا هي ولا رقم التليفون. تمام كده. بنيجي هنا كده على الاسم ولا عنوان. اول خانه هنا بيقول لك حقل مطلوب اللي هو الاسم. الاسم ده انت بتكتبه ازاي؟ بتكتبه زي ما هو مطابق للبطاقه الشخصيه بتاعتك ايا من كان بقى الدوله اللي انت عايش فيها، ولازم تكتبه كمان بنفس اللغه. يعني ايه بنفس اللغه؟ احنا مثلا في مصر احنا بطاقه الرقم القومي بتاعتنا بتبقى موجوده عربي، او بتبقى بمعنى اصح صادره من الجهه الحكوميه باللغه العربيه، فبتكتبه باللغه العربيه. انت مثلا ممكن تكون عايش في اي دوله تانية، ممكن تكون البطاقه بتاعتك مكتوبه باي لغه تانية، فبتكتبه برضو بنفس اللغه اللي موجوده في البطاقه. والاسم بتكتبه زي ما هو مكتوب في البطاقه. الاسم مكتوب ثلاثي بتكتبه ثلاثي، الاسم مكتوب رباعي بتكتبه رباعي، خماسي بتكتبه خماسي، زي ما هو مكتوب في البطاقه بتكتبه. وبنفس كمان زي ما قلت لك من شويه بنفس اللغه بتاعه البطاقه الصادره عن الجهه الحكوميه. انا هنيجي هنا هنكتب الاسم بالشكل ده. انا بالنسبه للحساب اللي انا بعمله الاسم في بطاقه صاحب الحساب مكتوب خماسي، فانا هنكتبه خماسي. خلاص جيت هنا انا كتبت الاسم كده، الاسم زي ما قلت لك مكتوب خماسي، ادي 1 2 3 4 5. خلاص الاسم كده مكتوب خماسي زي ما هو مكتوب في البطاقه الشخصيه. خلاص كده انت كتبت الاسم. بتنزل على الحاجه رقم 2 وهي سطر العنوان الاول. سطر العنوان الاول ده انت بتكتبه ازاي؟ انا هقول لك. لو انت مثلا في مصر بتيجي هنا كده بتكتب مصر، بعد كده بتاخد الشرطه دي او بتاخد السلاش دي، بعد كده بتكتب الاسكندريه لان الحساب اللي معايا ده من الاسكندريه. يعني انت كده كتبت المدينه وكتبت المحافظه، المحافظه بتاعتك ايا ما كانت ايه هي المحافظه، بعد كده بتاخد السلاش الثانيه، بعد كده بتكتب اسم المنطقه اللي انت موجود فيها. وطبعا كل البيانات دي بتبقى موجوده في البطاقه، يعني انت مش هتهبط فيها، مش هتكتب اي حاجه وخلاص، لا البيانات زي ما هي مكتوبه في البطاقه انت بتكتبها. فبتكتب هنا اسم المنطقه اللي انت عايش فيها زي ما هي برده بتكون موجوده في البطاقه. كده كتبت سطر العنوان الاول. خلاص ندخل على الحاجة التانية وهي سطر العنوان التاني. سطر العنوان التاني بتبدأ بقى تكمل باقي العنوان اللي موجود في البطاقة. يعني مثلا هنا احنا كتبنا مصر الاسكندرية واسم المنطقة، برضو بتلاقي في البطاقة في باقي العنوان بتكتبه في سطر العنوان التاني. زي مثلا بيكون مكتوب اسم الشارع بتاعك اللي انت ساكن فيه، فبتكتب اسم الشارع بتاعك اللي انت ساكن فيه. انا هنا كده خلاص كتبت اسم الشارع اللي موجود في البطاقة بتاعت صاحب الحساب. بنيجي هنا كده على المدينة. المدينة هنا بنختار اسم المدينة اللي انا عايش فيها، او بمعنى اصح اللي اسم صاحب الحساب عايش فيها اللي هي الاسكندريه. تمام. بعد كده في المقاطعه بتيجي هنا على المقاطعه، بتضغط عليها بالشكل ده كده وبتختار برضو الاسكندريه، لان المقاطعه هنا ايه؟ المقاطعه الاسكندريه، المقاطعه اللي هي المحافظه، المحافظه اللي انت ساكن فيها، محافظتك، فبتكتب هنا برضو الاسكندريه. تمام. بعد كده بتيجي على الرمز البريدي. طيب الرمز البريدي انا مش عارف ان انا اجيبه ازاي. كل اللي عليك اللي انت هتعمله انك هتفتح صفحه ثانيه كده بالشكل ده، وهتدخل على محرك البحث جوجل وهتكتب كده الرمز البريدي المخصص لمحافظة الأسكندرية، وبتكتب بقى اسم المنطقة اللي انت عايش فيها. يعني اسم المنطقة اللي انت عايش فيها بتكتب الرمز البريدي بتاعها. بعد كده بتعمل بحث بيطلع لك هنا كده بيقول لك الرقم البريدي. بتاخد الرقم البريدي ده زي ما هو كده، بتاخده كوبي وبترجع على الحساب بتاعك اللي انت بتنشئه وبتحطه هنا في الرمز البريدي كده بيست. فالموضوع سهل، الموضوع بسيط، مفيش فيه اي تعقيد. بعد كده هندخل على اخر حاجة. خلاص احنا كده ملينا كل البيانات بشكل بسيط، هندخل على اخر حاجة وهنا بيقول لك رقم الهاتف. رقم الهاتف هنا بيقول لك اختياري، بس انا بفضل ان
انا احطه، يعني انت لازم تحط برضو رقم الهاتف لانه بيبقى ضروري. طبعا بتختار الدولة بتاعتك وبتيجي بتدخل رقم الهاتف او بمعنى اصح رقم التليفون بتاعك. انا هنا خلاص جيت دخلت رقم التليفون بشكل بسيط جدا، بتلاقي بقى خلاص انت كمليت كل البيانات بالشكل ده، بتضغط بقى كده على كلمة ارسال، هو كده خلاص عمل لك الحساب بتاعك بدون اي مشكلة تماما. ولكن احنا الحساب ده احنا مش هينفع ان احنا نربطه بالقناة بتاعتنا دلوقتي. ليه؟ لان بكل بساطة لازم تستنى لغاية لما يبعت لك رسالة على الجيميل يقول لك ان حسابك جاهز للاستخدام. يعني احنا لو جينا دخلنا على الجيميل المخصص للحساب ده كده، هنا بيقول لك ايه بقى؟ تغير معلومات جهة الاتصال المتعلقة بالدفعات، تم تغيير معلومات جهة الاتصال المقترنة بحسابك في جوجل ادسنس في 29 سبتمبر 2024 لضمان حمايتك، يرجى الاتصال بنا اذا لم تجري اي تغيير بنفسك. يعني هو هنا بيقولك ان انت عملت حساب دفعات على جوجل ادسنس وان هنا حصل تغيير في حسابه وما حصلش اي تغيير، احنا بدأنا بس ان احنا نعمل حساب جوجل ادسنس فهو بدأ يبعت لنا الرسالة دي. طبعا مشان في حالة ان لو ما تمش الرد، يعني بكل بساطة لو ما تمش الرد من خلال ادموب سواء بالقبول او بالرفض، هل ممكن ما يتمش الرد منهم؟ ممكن ما يتمش الرد منهم بشكل طبيعي خالص، وساعتها انت بتستنى مدة 48 ساعة او بتستنى مدة 72 ساعة وبتبدأ ان انت تربط القناة بحساب جوجل ادسنس بشكل طبيعي خالص، لان هم ممكن ان هم يردوا وممكن ان هم ما يردوش. انا في الحالة دلوقتي بتاعتي انا ما ردوش عليا تمام، بس انا عامل الحساب بقالي كتير، يعني انا عامل الحساب بقالي كتير قوي، الحساب تقريبا احنا عاملينه من يوم 29 9. الجزء الثاني ده من الفيديو بيتصور يوم 6/10، فكده عادي خالص طالما ما فيش اي حاجة والدنيا ماشية تمام وكله ماشي بشكل طبيعي، ساعتها انت تبدأ تربط الحساب بتاعك او الحساب بتاع قناتك بمعنى اصح، تبدأ ان انت تربطه بحساب جوجل ادسنس والدنيا معاك هتمشي طبيعي. وهنعرف برضو خلال الفترة اللي جاية بس لما القناة دي تبدأ ان هي تكمل الساعات بتاعتها او كم ساعة لفضل الله على خير، هنبدأ ان احنا نعرف ازاي ان احنا نربط حساب جوجل ادسنس بالحساب بتاع القناة وايه اللي هيحصل بعد كده. لو عندك دلوقتي اي استفسار، عندك اي سؤال، اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشيرك وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.